كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. كثير من المتداولين دخلوا سوق الأسهم وسوق العملات بهدف الربح والثراء والحرية المالية، لكن المشكلة الرئيسية اللي قابلتهم الخوف والطمع والتردد واللي كانت سبب رئيسي خسارتهم. كل الحلول اللي تقدمت كانت حلول عامة ما لمستش حل المشكلة الرئيسية. كثير من المتداولين بدأ ياخد دورات، ولكن مع أخذ الدورات دي كذلك ما كسبش. ليه؟ لأن كان عنده مشكلة في التطبيق. أنت لازم أي حاجة تتعلمها لازم تطبقها، ولازم تبقى واثق إن تطبيقك ده صح، وهو ده هدف الكوتشنج. إيه هو الكوتشنج؟ الكوتشنج نظام تدريب متقدم مبني إنك تكون أنت ومدرب محترف لوحدكم، بتتعلم بتطبق معاه، بيراجع الفرص اللي انت اخدتها، بياخد معاك فرص لايف، بيصلح لك اخطائك، بيرشدك ايه الطريق الصح. هو ده قوة الكوتشنج. طبعا كلنا عارفين تعدد الاستراتيجيات والمدارس، عشان كده عملنا كوتشنج خاص بكل مدرسة، بحيث انك تتقن اسرار المدرسة دي، تتقن الاستراتيجيات اللي فيها، وده اللي انت محتاجه. انت مش محتاج تتعلم كل حاجة، انت محتاج تتعلم حاجة واحدة بس وتتقنها عشان تنجح. بالإضافة إنك هتخش مع الكوتش على صفقات لايف، على حساب لايف، عشان برضو تتقن الاستراتيجية وتتغلب على الخوف والطمع والقلق اللي بيقابلك كمتداول. ودي أفضل طريقة اكتشفوها العلماء في التعليم، إنك تتعلم تكون لوحدك، تتقن الأدوات، حد بيراجع خطواتك، بيصلح لك أخطائك، وبيدلك على الطريق الصح. طيب الكوتش هيفيدك فين؟ العام الماضي قدرنا نخرج أكثر من 120 متداول من الكوتشنج، أكثر من 70% منهم قدر أداؤه يتحسن من خسارة إلى ربح، بعضهم بدأ يكون عنده قنوات ويكون مزود للتوصيات. كل اللي اتفرج على الفيديو منتظر يعرف إيه هي عادية بيبرو تريدر. بيبرو تريدر بتعيد عليك كوتش العرض والطلب اللي ب 1500 دولار مجانا، مقابل إنك تفتح حساب تحت وكالة أكاديمية بأكثر من 5000 دولار. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك.